صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إدخال التلفاز للبيت هو من إدخال الصور؟ وهل يمنع دخول الملائكة؟ مسألة الصور، الصور ما هي بتبقى تعرض للشاشة وتروح تزول، لكن المشكلة البرامج، المشكلة البرامج التي تأتي في التلفاز هي التي ينظر فيها، هل هي برامج طيبة ولا ما هي طيبة؟ والغالب أنها ما تكون طيبة، وإن وجد فيها شيء قليل من البرامج الطيبة فالغالب أنها تكون مكثورة بالبرامج الأخرى. فالسلامة منه، والسلامة منه وإبعاده عن البيت وعن الذرية والنساء أحسن، لا سيما أنه الآن صار ما يقتصر على التلفاز السعودي الذي هو في الجملة منضبط في الجملة، وإن كان فيه أفضل، لكن صار يجي فضائيات من كل حدب وصوب، فصار يجمع شرورا كثيرة.